السلام عليكم. التمرين مثل ما تشوفون اليوم راح يكون بنش انكلاين للصدر العالي. اللي لازم تركز عليه في هذا الفيديو ان الوزن لازم يكون متوسط الى ثقيل، الاوزان الخفيفه ما راح تاثر ابدا هنا. المهم في التمرين ان الصعود راح يكون بطريقه شبه سريعه، ولكن الموضوع كله في النزول، بانك بتنزل ابطا ما عندك لين ما تلمس الصدر العالي وبترد ترفع 10 تكرارات بهالطريقه، بعدها 5 6 7 تكرارات بحركة أو نصف حركة سفلية راح تكون بسرعة معتدلة تخلص منها. هذه أول جلسة، جرب 3 جلسات وأعطني رأيك. التمرين الثاني راح يكون تقريبا نفس الشيء ولكن بالعكس. أنت راح تبدأ ب10 تكرارات سريعة نصف حركة سفلية، وبعدها راح تحول على التكنيك اللي سويناه قبل اللي هو رفع شبه سريع ونزول بطيء، 3 جلسات 10 تكرارات في 10 تكرارات إذا تقدر، أو 10 سريع 5 بطيء. عطني رأيك بعدين. تمرين الصدر الداخلي راح يكون باستخدام الكيبل فقط. أهم شيء تركز عليه أن الضغط أو الرصة راح يكون من الصدر الجانبي لين الداخلي، بما معناته أنه لازم ترفع صدرك قد ما تقدر وأنت تسكر. راح يكون الموضوع شوية مؤلم، ولكن هذا الألم هو اللي راح يعطيك النتيجة الحلوة. جرب 3 إلى 4 إلى 5 جلسات بوزن معتدل وراح تحس بشعور خرافي.